يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله ربما تهيئ لك المعصية، ربما تزين لك المعصية من أجل أن يختبرك الله عز وجل. هل تخافه بالغيب؟ هل تعظمه وتترك هذه المعصية؟ أم تقترف هذه المعصية؟ اللهم اجعلنا ممن يخشى في السر والعلن. هنيئا لمن طبق قول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هنيئا لمن خاف الله فإن الجنة مأوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن قد ذكر هذه الجنتان، ارجع إليها وتأمل فيها، بإذن الله عز وجل سوف تشتاق لهذه الجنة وتعمل لها. أركان العبادة ثلاثة: الرأس هي المحبة، والجناح الأيمن الرجاء، والجناح الأيسر الخوف من الله. أنت تعبد الله لأنك تحب الله وترجو ما عند الله وتخشى عقاب الله.